ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله ده الفيديو التاني هنشرح بقى فيه طريقة القروض، لان القروض زي ما احنا عارفين هتبقى مستمرة معانا يعتبر في معظم اجزاء المنهج. فهنبدأ دلوقتي بأول مثال. احنا ان شاء الله هنشرح في الفيديو ده 4 امثلة شاملة القروض كلها بإذن الله، وهنقول الملاحظات بتاعتهم. بيقول لنا هو بفرض ان القرض الاستثماري المطلوب لتمويل المشروع 6 مليون جنيه، دي اول حاجة اتعلم عليها في الورقة، 6 مليون تمام في بداية سنة الانشاء المشروع، دي برضو لازم تاخد بالك منها. ومن المتوقع الحصول على هذا القرض بفترة سماح سنة واحدة، تالت حاجة لازم تخلي بالك منها، ويسدد على 3 أقساط سنوية متساوية، دي رابع حاجة مهمة، وخامس حاجة هتهمنا فايدة القرض دي. تمام، هو قال لنا ايه القرض ب6 مليون جنيه على 3 أقساط، يعني هنقسم على 3 هتساوي كام؟ 2 مليون جنيه، يعني كل قسط من ال3 أقساط اللي هندفعه هيبقى فيه 2 مليون جنيه، والفايدة 10%. يعني 6 مليون في 10% ب6 من 100، ده في أول سنة طبعا، وبعد كده الفايدة دي هتبدأ تقل معانا. هنشوف بقى بنعمل ايه، بنعمل زي ما هو حلل لنا السنوات. هو قال لنا خدنا القرض في بداية سنة إنشاء المشروع، يعني السنة الإنشاء بنرمز لها بالسالب، يعني -1 هنا اهو. هنبدأ بقى نعمل الجدول بتاع القرض، احنا بنعمل فيه 5 خانات، أول حاجة بتبقى السنوات، تاني حاجة رصيد القرض أول السنة، التالتة القسط السنوي، الرابعة الفوايد، وجملة الأعباء. جملة الأعباء دي عبارة عن القسط زائد الفايدة. السنوات بنبدأ نعملها بناء على المعطيات بتاعة المسألة. هو هنا قال لك بناخد القرض فين؟ في بداية سنة الإنشاء المشروع، يعني السنة -1، سنوات الإنشاء بالسالب، وهي سنة إنشاء واحدة وما ليش أكتر من كده، فتبقى إيه؟ -1 بس. وعندي 3 أقساط متساوية، يعني ثلاث سنوات تشغيل، 3 أقساط متساوية هتكون بقى منين؟ من سنوات التشغيل. تمام، 1 2 3 بالموجب، لان سنوات التشغيل بالموجب كده. احنا عملنا اول حاجة، تاني حاجة رصيد القرض. اول السنة رصيد القرض معانا 6 مليون جنيه، ده اللي احنا لسه واخدينه تمام، وما سددناش منه اي حاجة. بعد كده لو في فترة سماح القسط نفسه هيبقى فيه سنة سماح زي ما هو قال، هنحطها زي ما هي، فهنا مش هندفع قسط طالما في فترة سماح. الفايدة بتدفع سواء في فترة سماح او مفيش، الا لو هو في التمرين نفسه قال لك انت معفي من القسط ومعفي من الفوائد في السنة دي، انما غير كده سنة السماح هتبقى على القسط بس، انما الفوائد هنحسبها عادي، هناخد 6 في 10% ب6 من 100، يبقى عبء القرض كام؟ 6 من 100 في اول سنة اللي هي سنة الانشاء. تاني حاجة معانا اللي هي السنة الاولى بقى، برضه هنبدأ ب6 مليون لأن لسه ما دفعناش أقساط. احنا قلنا هنا 6 على 3 ب2، كل سنوات القسط السنوي هتبقى ب2 بقى، 2 2 2، لازم مجموع دول يساوي القرض اللي احنا واخدينه 6، فهنا 2 مليون 2 مليون 2 مليون، نمشي مع بعض في السنة الأولى للتشغيل أهو، وهنقول برضه 6 مليون في 10% ب6 من 100. تمام، العبء بقى هنا 2.6 مليون، الاتنين بتاع القسط وال6 من 10 بتاعت الفوائد. تالت سنة معانا اللي هي السنة رقم 2 في التشغيل، القسط هنا قل، هو كان 6 انا دفعت منه 2، بقى معايا الرصيد القرض 4 تمام، هنسدد منه 2 تاني، نعمل الـ4 اللي هو المفروض انا هسددهم في كام؟ بعد كده هنقول 4 اللي هو المفروض رصيد القرض في كام؟ في 10% ب4 من 10، العبء برضو بتاعنا كام؟ 2 القسط و4 من 10 الفايدة، يبقى 2 و4 من 10، آخر سنة يبقى لي 2 مليون بس، وسنة ال والقسط السنوي بتاعي 2 مليون هدفعهم، وهناخد الفايدة بتاعتنا 2 مليون في 10% ب2 من 100، بكام؟ ب2.2. جملة الأعباء لو طلبها منك هتجمع كل السنين، القسط السنوي زي ما قلنا لازم المجموع بتاعهم يساوي مع مجموع القرض، والفوائد لو سألك عليها برضو هتجمع كل فوائد السنين اللي انت جبتها. دي اول فكرة معانا، هنروح لتاني فكرة دلوقتي على طول. في المثال هنا بيقول لك بفرض ان القرض الاستثماري المطلوب لتمويل المشروع 6 مليون جنيه برضو تمام، اول ملحوظة تهمنا 6 مليون جنيه في نهاية سنة الانشاء. المرة دي بقى الموضوع مختلف شوية، المثال اللي فات كان في بداية سنة الانشاء، انما هنا في نهاية سنة الانشاء، ومن المتوقع الحصول على هذا القرض بفترة سماح سنة واحدة، ويسدد على 3 أقساط متساوية، فوائد القرض 10%، وهنا بقى هيبقى فيه 4 سنين. ليه 4 سنين؟
مش 3 زي المثال اللي فات، لان احنا هنا خدنا القرض في نهاية سنة المشروع، سنة الانشاء بتاعة المشروع لو كانت في النهاية فاحنا مش هندفع لا فوائد ولا هندفع قسط، هنبدأ من السنة اللي بعدها، والسنة اللي بعدها اصلا في فترة سماح، فهندفع فيها الفوائد بس زي ما قلنا، انما القسط السنوي سنة سماح. فهنيجي نعمل كده، نبدأ واحدة واحدة. سنة الإنشاء خدنا فيها القرض أهو السالب 1، رصيد القرض بتاعنا مش هنحسبه، القسط السنوي مش هنحسبها، الفوائد مش هنحسبها. ليه؟ عشان خدنا القرض في نهاية سنة الإنشاء المشروع، وده مش هنحسب عليها أي قسط ولا فوائد ولا جملة الأعباء. طيب السنة رقم 1 في سنوات التشغيل معانا الرصيد بقى 6 مليون دلوقتي، ومعانا سنة سماح اللي هو قالنا عليها، فبالتالي مش هندفع القسط، هندفع الفايدة 6 × 10% بـ6%. السنة رقم 2 في التشغيل الرصيد بتاعي لسه 6 مليون عشان ما دفعتش اقساط، هدفع 2 مليون منهم واضرب الرصيد بتاعي اللي هو 6 × 10% بـ2.6%، لما اجمع العبء بتاعي. السنة رقم 3 4 مليون، لان انا دفعت 2 مليون قبلها، فهطرح الـ2 مليون دول من 6 يديني 4 مليون، والقسط بتاعي برضو 2 مليون. اخر سنه معايا اتبقى لي 2 مليون، هدفع القسط بتاعهم 2 عشان ابقى خلصت كده القرض، اجيب الفايده بتاعتهم 2، وفي الاخر جمله الاعباء بتاعتي 2.2%. والقسط قلنا لازم يكون في الاخر 6 مليون يتساوي مع القرض. ودلوقتي هنروح للفكره رقم 3 معانا. دلوقتي بيقول لي يحصل المشروع على قرض استثماري طويل الاجل بمبلغ 12 مليون جنيه من احد البنوك التجاريه المصريه في بدايه سنه انشاء المشروع بدون فتره سماح. هنا بقى مفيش فتره سماح، وخدناها في سنه انشاء المشروع بفايدة 15%، ويسدد القسط على 4 أقساط سنوية متساوية، ويبدأ سداد الأقساط والفوائد مع نهاية السنة الأولى للتشغيل. هنا خلي بالك هو بقى حدد لك أنت هتدفع من إمتى، يعني إحنا خدنا القرض في بداية سنة إنشاء المشروع، ولكن مش هنحسبها أصلا بقى وإحنا بنعمل السنوات، يعني مش هنقول سالب 1. ليه؟ لأن هو قال لك يبدأ سداد الأقساط والفوائد مع نهاية السنة الأولى للتشغيل، فهنبدأ سنواتنا بالسنة الأولى للتشغيل اللي هي رقم 1، ومفيش فترة سماح، هنبدأ نسدد القسط والفوائد من أول سنة. فالأول هنبدأ نجيب القسط بتاعنا، هو 12 مليون على 4 سنين بكام؟ بـ3، يعني أي قسط هنا بيتحط بكام؟ بـ3 مليون. وسنوات التشغيل بتاعتنا 4 سنين، 1، 2، 3، 4. رصيد القرض أول السنة 12، بعد كده 9، 6، 3. أنت عود نفسك ابدأ الرصيد بـ12 نقص 3 اللي هو القسط، بقى 9 نقص 3 بقى 6 نقص 3 بقى 3، يعني آخر قسط ده لازم يتساوي مع إيه؟ القسط اللي انت بتجيبه اصلا، تمام؟ عشان تتأكد برضو انت حلك صح ولا غلط. بعد كده القسط السنوي بقى، نبدأ مع اول سنة هنقول 12 مليون رصيد القرض اول السنة في كام؟ في 15%، 1.8 مليون، نجمعه مع 3 مليون القسط يدينا ايه؟ جملة الاعباء 4.8 مليون. وهكذا في السنة التانية بقت 9، نضربها في 15% بـ1.35، نجمعها مع القسط السنوي 3 مليون يبقى بكام؟ 4.35 مليون. هكذا مع السنة الثالثة والسنة الرابعة، في الآخر نجيب الجملة بتاعت الأعباء، وادي جملة الفوائد. والقسط السنوي قلنا لازم يتساوى مع مجموع القرض، وقلنا احنا ليه بدأنا من السنة رقم 1 من التشغيل مش سنوات الإنشاء، لأنه قال لك أنت هتبدأ تسدد في السنة رقم 1 للتشغيل، فاحنا بالتالي هنتجاهل خالص فترة الإنشاء. ندخل على المثال رقم 4، بيقول لك يحصل المشروع على قرض استثماري طويل الأجل بمبلغ 12 مليون جنيه من أحد البنوك التجارية المصرية في بداية سنة إنشاء المشروع بدون فترة سماح، وبفائدة سنوية 15%، يسدد القرض على 4 أقساط متساوية، يبدأ السداد الأقساط مع نهاية السنة الأولى للتشغيل. خلي بالك هنا نهاية السنة الأولى، المثال اللي فات كان في بداية السنة الأولى. هنبدأ برضو أول حاجة نجيب القسط بتاعنا بيبقى بكام؟ 12 مليون على 4 فترات او 4 سنين بيساوي معانا 3 مليون، ده القسط بتاعنا. هنا بقى احنا ليه حطينا سنة رقم سالب 1 اللي هي بتاعت الانشاء؟ لان الفكرة هنا وقال لك يبدأ سداد الاقساط مع نهاية السنة الاولى للتشغيل، ولكن ما جابلكش سيرة عن الفوائد، فانت الفوائد قلنا بندفعها كده كده، الفوائد بتدفع، فهنقول السنة بتاعت الانشاء سالب 1 او السنة الاولى للانشاء زي ما تحب قولها، رصيد القرض فيها كان 12 مليون، القسط السنوي بتاعها مش هندفعه لأنه قال لك القسط هندفعه مع نهاية السنة التشغيل الأولى، ده مش دلوقتي، بس الفايدة بتتحسب 12 × 15% بـ1.8 مليون. ندخل على السنة رقم 1 بقى أو اللي هي السنة التانية بتاعتنا، رصيد القرض برضو 12 لأن أنا لسه ما دفعتش أي قسط،
هخصم منه التلاتة، تمام، بتوع القسط السنوي، وبعد كده هجيب منه الفايدة 12 في 15% يديني العبء بتاعي كام؟ 4.8، وهكذا بقى في باقي السنين لغاية لما في الآخر هتجيب جملة الأعباء وجملة الفوائد. وخلي بالك هنا برضو الملحوظة المهمة يعني في المثال ده كله إيه، إن إحنا خدنا سنة الإنشاء علشان نحسب لها الفايدة وبس، مش أكتر من كده، لأنه قال لك سداد الأقساط مع نهاية سنة التشغيل الأولى للتشغيل، يعني من أول سنة هنا نبدأ نحسب بقى أقساط وفوائد، إنما السنة الأولى للإنشاء هنحسب فيها الفوائد وبس. غالبا احنا كده لمينا كل افكار القروض، وياريت يا جماعة نعمل لايك للفيديو وشير ونشير الفيديو ده في كل الجروبات بتاعة الدفعة علشان كل الناس تدخل وتتفرج وتستفاد ان شاء الله. وياريت دعوة حلوة منكم لاخوكم، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.